يغيب الفريق الشهيد قاسم سليمان جسدا، لكنه حاضر في كل التفاصيل التي يعيشها أبناء كرمان. عام كأنه يوم فقط مر على رحيل سليمان، يقول المشاركون هنا. يستذكره القادة ويفصحون عن دوره فيما وصلت إليه إيران اليوم من قوة. أعطى شهيد سليمان درسا للجميع بعدم التراجع، أنه يجب عدم الانسحاب من الساتر الأول. سجلوا درس سليمان وكرروه في التاريخ بألا تتركوا الساتر الأول أمام العدو، سواء في المجال الدبلوماسي أو النووي أو الحربي أو في أي نقطة أخرى. ليست إيران وحدها المعنية بالثأر، فها هي الفصائل العراقية تجدد وعيدها بأنها صاحبة ثأر ومن أولياء الدم المسفوك على أرض العراق. والانتقام للحاج أبو مهدي المهندس هو أخراج القوات الأمريكية من العراق، أما الانتقام للحاج قاسم سليماني فإخراج القوات الأمريكية من كل المنطقة. تشيع رمزي ومسيرات عبر الدراجات النارية والسيارات شهدتها كرمان، مظاهر عزاء على الرغم من تدني درجات الحرارة وخطر كورونا، قطع البعض مسافات شاسعة للمشاركة فيها. الشهيد سليماني ليس شهيد إيران وحسب، بل شهيد الأمة. إنه حي في قلوبنا ونحن مدينون له بكل ما لدينا. فعالياتنا على مدى أسبوع كامل أقامها أبناء كرمان إكراما وتخليدا لذكرى شهيدهم الفريق قاسم سليماني. 7 أيام يقولون إنها ليست كافية لرد معروف الشهيد، إلا أنهم يؤكدون أنهم على العهد باقون وعلى نهجه سائرون. ملك عابدة، كرمان، الميادين.